اهلا بيكم معانا من الفاصل. واحنا دلوقتي عندنا فقره متخصصه اسنان للناس اللي عندها اي اسئله تخص الاسنان. معانا الدكتور اندرو وجدي، اخصائي تجميل وزراعه الاسنان. اهلا بيك، ازيك؟ نورنا. الاخبار؟ نور الاخبار. موضوع الاسنان ده موضوع كبير، وناس كتيره جدا بتعاني من اسنانها، واللي بيعاني من اسنانه بيتعب جدا وبيفضل يومه كله ان احنا محتاجين سناننا تقريبا كل صح يوم صح كل يوم كذا مره كمان. فانا عندي شويه اسئله. اتفضل. حضرتك متخصص طبعا تجميل وزراعه الاسنان، امتى الواحد فعلا يحتاج لزراعه اسنان؟ بصي، الزراعه هي احد انواع التعويض للاسنان المفقوده. لو انا سن عندي مفقوده راحت لاي سبب، انا عندي كذا طريقه ان انا اعوض السنه دي. الطريقه التقليديه اللي الناس عارفاها كتير هي الكوبري، ان انت بتبرد سنه يمين وسنه شمال وتعمل ما بينهم كوبري. الحل التاني ان انا اعمل زرع. الزرع دي عباره عن مسمار نيكل تيتانيوم بيتحط جوه العظم في بروسيس او في خطوات ما تكملش 10 دقائق ربع ساعه، بنخلي العظم يلم عليه فالجسم بيتقبله ان هو جزء اكنه مكان الجدر بتاع السنه. بعد كده بنعمل حاجه تربط ما بين الزرعه اللي جوه دي اكنها سنه من بره، فيطلع شكل كده اكنها سنه مبروده، ونركب عليها طربوش. تمام. ده بياخد وقت قد ايه بقى عشان الجسم يتقبله ويتزرع جوه ويبقى ماسك جامد؟ ده بياخد وقت قد ايه؟ بصي، كان الاول بنتكلم في 3 شهور، دلوقتي عندنا تكنولوجي كتير زي الليزر المائي مثلا ممكن ان احنا نستخدمه فنوصل ل3 اسابيع. يعني تمام. كان الاول يقول لك من 2 شهر ل4 شهور لغايه ما الجسم يتقبل الزرع. ويقعد 2 شهر ل4 شهور ما بيعرفش ياكل؟ لا، مش ما بيعرفش ياكل، بنعمل له حاجات مؤقته تعوض الشكل والاكل او الفانكشن بليمت يعني. تمام. طيب انا حابه افهم اكتر عن جهاز الليزر المائي دوت، وهي التكنولوجيا الجديده دي. هو ده انا عايزه اعرف ايه الحاجات الجديده اللي موجوده، بحيث اللي عنده مشكله يبقى عارف ده دلوقتي حاليا في التكنولوجيا الجديده دي نقدر نطبقها. بص، ايه بقى الليزر المائي؟ الليزر في طب الاسنان عندنا نوعين، حاجه اسمها ديود ليزر، ودي جهاز صغير كده جدا متعرف عليه ومنتشر نوعا ما. الووتر ليز ده حاجه كده يعني حاجه اعلى بكتير، بيعمل حاجات كتيره جدا جدا. لكن اكتر الاستخدامات اللي هي بالنسبه لنا بقت حاجه تخليه مهمه وعايزينها 5 او 6 استخدامات بالظبط. الاستخدام الاول زمان لو كان مريض عنده تركيبه، التركيبه دي عايز يفكها كنا بنقعد نقص في التركيبه او نجيب حاجه كده ونقعد نشد، وبيبقى يعني وقت ومجهود كبير. دلوقتي الليزر المائي بيشيل التركيبه في ولا حاجه، يعني ممكن نشيل 10 فوق و10 تحت فينيرز في اقل من 10 دقائق. ده اهم يعني بيشيل بس الفينيرز اللي هو التركيبات. اي تركيبات، لكن ما بيشيلش مثلا الضروس نفسها. لا، عايزه لو انا بقى تشيل. عندي سنه مسوسه، انا اقدر اعمل من غير مادي بينج، اعمل الكافيتي او احضر للحشوه بتاعتي من غير مادي بينج عن طريق الليزر المائي، فاستخدمه في الاطفال وفي الكبار لان كل الناس بتخاف من حقنه البنج طبعا. فالليزر المائي هو دي الاداه. مقاسها لسه لغايه دلوقتي قد كده؟ هي نفس المقاس نفس السايز، ما تغيرش صح؟ ما تغيرش. لا لا، ويعني انا حضرت قريب مع حد كانت لازم تشيل وتعمل قصه، اخذت يجي معرفش 6 حقن بنج. لا، ما بقاش اربع ساعات ما بقاش فيه الكلام. يعني انا تقريبا دلوقتي الليزر انت مش محتاج بنج اصلا. حاجه كمان، الليزر بقى يعالج البوكتس او الجيوب في ولا حاجه. كان الاول تروح زيارات كتير ونفضل نعمل كريتاج او ننظف الجدر وناخد اجراءات كتير، دلوقتي الليزر بالكتير في زيارتين. الليزر المائي طبعا مش الليزر العادي بينهي الموضوع تماما. تمام. استخداماته تقريبا في كل طب الاسنان. في التقويم بنقدر نستخدمه في التقويم في ان هو يقلل مده العلاج، فالمريض بدل ما يقعد سنتين وسنه ونص، لا نقدر نقلل مده العلاج. وقلت لك في الزراعه نقدر نستخدمه بدل ما هنعمل لودنج او نركب التركيبه النهائيه بعد 3 شهور، لا من اول 3 اسابيع نقدر نعمل نتائج هائله جدا. يعني موضوع برضو الباكتس ده، الجيوب دي فعلا من الحاجات اللي شائعه جدا. يس. برضو دلوقتي لان كتير عندهم مشكله دم بينزل من اللثه ساعه غسيل الاسنان. خلينا اشرح لك حاجه. بصي، لو انت شفتي اللثه والسنه هما مش على ليفل واحد، هو في مطب كده ما بين اللثه والسنه، في 2 مللي اللي هما ال 2 مللي اللي الدكتور بيقول لك نظفهم بالخيط الطبي، وهم ال 2 مللي الاكتر 2 مللي انت مش بتعرف توصل لهم بالفرشه والمعجون، فبالتالي هما بيتحوش فيهم البكتيريا. ببساطه كلمه باكت يعني جيب، فالبكتيريا بتعمل نفسها ممر تعمل جيب، كانك عملت جيب. عجيب؟ هو جيب، هو باكت، هو ممر للبكتيريا ما بين اللثه والسنه، فبالتالي الممر ده ممكن يكبر. اولا ممكن ياكل في الجدر فيعمل لي مشاكل في الجدر، ياكل في العظم يعمل لي مشاكل في العظم، ممكن لو كل كميه كبيره يسبب ان السنه كلها تقع. هي ليه مراحل. الجيب وطبعا ده غير ان هو بيعمل ريحه فم. ده اساسي، ده مفيش فيها كلام. بصي، ريحه البق الوحشه كتوبك يعني عشان تبقى انت متخيله الفكره،
انا عندي حاجات طبيعيه تعمل ريحه بوحش، اكل ثوم، بصل، فسيخ، رنجه، ملوحه. لا ده العادي، وعندي لكن ادويه. لما يبقى فيه بقى لا وفي ادويه، يعني في ممكن تكون انت بتاخدي بعض انواع المضادات الحيويه، طول ما انت بتاخدي الدواء ده انت عندك ريحه بقى وحشه، وانس ان انت تخلصيه ريحه البق الوحشه راحت تماما. ده السبب العادي. الاسباب بقى المرضيه عندك شقين، حاجات ليها علاقه بالجسم وحاجات ليها علاقه بالبق. حاجات ليها علاقه بالجسم اشهرها لو مريض عنده سكر، ريحه بقه اسيتون، المريض عنده مشكله في الكلى، مشكله في الكبد، عنده جفاف، كل ده يعمل لك حاجات ليها علاقه بريحه البق الوحشه. السبب الثاني حاجات ليها علاقه بالبق. الحدوته بتبدا اول ما يعني تاكلي حاجه بيبقى فيه حاجه شفافه كده على اسنانك ممكن تمسحيها بمنديل. دي بدايه الجير، بس جير ناعم سوفت. اوكي ابتدي ده بقى انت ما غسلتوش، يبتدي هو الناعم هينشف بعد ما يعدي عليه وقت من 8 ساعات في اكتر، بيبتدي ينشف ويتخبى في الاماكن اللي هو يقدر يتخبى فيها اللي هي اقربها جيوب. يبتدي بقى الجير ده كلما زادت كميه البكتيريا جوه البق كلما زادت المشاكل، كلما زادت ريحه البق الوحشه. والله مسك في سن هيعمل تسوس، مسك في جدر هيعمل تسوس في الجدر، مسك في لسه هيعمل بوكتس، وهكذا. تزيد البكتيريا تزيد المشاكل، تزيد ريحه البق الوحشه. اقلل المشاكل اقلل البكتيريا انهي ريحه البق الوحشه. صح. عشان كده مهما خدت مضمضات ومهما خدت ومهما خدت طالما المرض موجود مش هينتهي. التسوس هو المرض الوحيد اللي المناعه ما تسيطرش عليه. طيب خلينا نرجع بقى للنقطه دي، عشان التسوس ده حاجه كتير بيعانوا منها خلاص، وكتير بيغسلوا اسنانهم وبرده ممكن يجي لهم سوسه. صحيح. خلاص نعرف بقى بعد الفاصل السوسه دي سببها بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. يعني مش عايزه اقول لكم بجد دكتور اندرو بجد ظريف جدا جدا منورني. طيب حضرتك اخصائي تجميل وزراعه الاسنان، هنكمل. احنا كنا واقفين عند نقطه السوسه. يس. قلت السوسه معلومه مهمه جدا عنها ان المناعه ما تسيطرش على التسوس، يعني الحاجه الوحيده في الانسان المناعه ما تقدرش تسيطر عليها بالزبط. هو التسوس. اشمعنى بقى ايه ده؟ خيره ربنا. بص اقول لك حاجه، التسوس في بداياته بيكون مش لونه اسود ومش لونه اصفر. هو الفكره كلها ان انت تفهمي الاناتومي او تشريح السنه. السنه دي عباره عن ماده اسمها العاج. اوكي. الماده دي مجوفه جواها العصب. اوكي. تمام. العاج ده لو شفتيه تحت الميكروسكوب عباره عن انابيب مفتوحه، مفتوحه من بره ومفتوحه من جوه. الانابيب دي متغطيه بطبقه اسمها المينا، طبقه فيها معادن اللي هي طبقه الانامل او المينا اللي هي الناس عارفاها. اوكي. الناس نحمي المينا من التسوس، طبقه المينا المشهوره. طبقه المينا دي فيها شويه معادن، المعادن دي لما تبتدي تتكسر يبتدي التسوس يحصل. اوكي. اوكي. الطبقه دي مش طبقه خليه عايشه، يعني لما تشوفيها كده تشريحيا هي مش خلايا بتكبر، يعني مفيش حد مثلا صحي يوم قال لك انا المينا عندي زادت او لا بره عشان في اتنين، فاهمه؟ هي 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 يعني الايف بلغه العلم، او حاجه ما فيهاش خلايا عايشه، فهي بتموت ما بتقومش تاني، فاهم حاجه؟ عكس مثلا خلايا الجلد. طيب. عكس اي حاجه تانية في جسمك فيها وصول للمناعه. اوكي. اوكي. اول مرحله في التسوس ما بيكونش لونها اصفر خالص، بيكون لونها شالك وايت او ابيض باهت يمكن. اوكي. عشان كده يقول لك روح الدكتور كل 6 شهور، مش عشان الدكتور بس يعمل لك تنظيف وتلميع، عشان يشوف التسوس في مراحله الاولى، لان انت مش هتشوفه. يعني تنصح كل حد يروح للدكتور كل قد ايه؟ 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور وقت مناسب جدا الدكتور يقدر يشوف، لان في مراحل التسوس الاولى مش لازم خالص تعمل حشو، مش لازم خالص تاخد حقنه بنج وتعيش الماساه، ممكن بفلورايد سيشن او بعض السيلنت للاطفال الموضوع ينتهي تماما. تمام. فانت سيد قرارك. انت سيد قرارك. صحيح. عرق المتنبي. نروح كل 6 شهور ولا منروحش؟ نروح ننقذ الوضع بسرعه. طيب احنا هننسى كده نقول الاوفر. يا يعني مش معقول يعني الاوفر حضرتك تقوله ولا انا اقوله؟ لا انت طبعا. طيب الدكتور عارض 20% تخفيض على كل من هيتصل هنا في البرنامج او على ارقام القناه، ياخد ارقام السنتر بتاع الدكتور وهيروح عن طريقنا ان شاء الله ياخد 20% ديسكاونت لمده قد ايه؟ اسبوع. اسبوع. تمام. حلو ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نكمل. ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك؟ كتير. لا انا يعني لو انا عاملها ريت، احنا كسنتر اكتر حاجتين شغالين عليهم هم الزراعه والفينير. فاحنا بنشوف كومبليكيشنز كتير جدا، ان هو راح عمل عند دكتور فينير ولسه متدمره من ساعه ما عملت فينير وانا بجيب دم، من ساعه ما انا عملت تجميل وانا. طب نفهم يعني ايه فينير الاول؟ نفهم. اوكي. انا هقارن ما بين الفينير وما بين حاجه تانية مشهوره اسمها الطبيب، بحكم ان الاثنين هم ملوك التجميل يعني، او اكتر حاجتين بيطلبوا للتجميل في طب الاسنان، وبقوا دلوقتي موضه جدا. لا ده مصر كلها عامله الموضوع، بقى حاجه بتاعت على طول يعني. لا انا مش عامله.
هتعمليهم. هقنعك رايح. هقنعك رايح. لا. انا لو انا شكل اسناني حلو، الديزاين عاجبني بس لونها مش عاجبني، انا هعمل تبييض. لكن لو انا عايز اغير شكل ولون السنان، انا هعمل فينير او سمايل ميكوفر. اوكي؟ اللي هو اللفظ التجاري بتاعه، حط تحت كلمه التجاري 100 خط، 3 ام فينير، هوليوود سمايل، الجيل الثاني من الفينير، ايس تيس، كلها اسماء تجاريه لنفس الشيء اللي احنا بنعمله. طب بيضحك كده وباين سنانك؟ بصوا عليه يا جماعه، انتوا جايبين عليا انا، علي هو. وشايفين السنين ما شاء الله، يعني حضرتك فعلا مثال، مثال لايه؟ لانك دكتور اسنان فعلا. اشرح لنا ما عملت ايه في سنينك. لا انا عندي سنه واحده بس هي اللي عاملها تركيبه، يعني دول في دول سنه واحده بس اللي فيها تركيبه. لكن البياض دوت ايه؟ لا ده فرشه ومعجون بس. ما صدق. عملتش لنفسك فينير ولا عملت؟ ما انا عامل في سنه واحده بس. لكن الباقي كله طبيعي. اهو. ما شاء الله، ده بس من غسيل فرشة ومعجون. بصي العمر الافتراضي لطبقة المينا 60 سنة، ربنا ما خلقنا، ما درسناها في الكتب كده، قالوا لنا لو أنت بتغسل بفرشة ومعجون 60 سنة مش هتروح لدكتور السنان، يديك طول العمر بقى. ما شاء الله. ما قبل من هذا هو إهمال. أوكي، إحنا معانا تليفون. يلا. ألو. يلو. أهلاً أهلاً. أهلاً يا فندم. اتفضل، حضرتك عندك سؤال؟ أنا برحب بحضرتك وبدكتور أندرو. ربنا يخليك. اتفضل. لو سمحت انا كان عندي استفسار. انا مدخن، فاسناني على طول بتعمل اصفرار فيها. اما باجي اغسلها بمعجون يعني بتجيب اللثه دم وبتطلع ريحه في الفم مش حلوه. فانا كنت عايز اعرف ايه حلها. اوكي، شكرا. شكرا على المكالمه. طيب افصل ما بين المشكلتين اللي قالهم. طيب ريحه البق الوحشه، انا اتكلمت على التوبيك ده، ان هو التدخين ده حاجه بتدخل بكتيريا، فالبكتيريا دي تعمل ريحه بق وحشه. ثواني واحده واحده بقى. اوكي، التدخين بيدخل بكتيريا؟ طبعا، ده انت ده كل حاجه خارجه، ده الدخان بس، انت كانك قاعد على عدم سيارات وبتشفط فيه. ما بصي السنان دي عضو من اعضاء الجسم، يعني هو الجهاز الهضمي محتاج حاجه تقطع الاكل، صح كده؟ بعد كده تعمل لها خليط مع السلايفا او الريق اللي في بقي، صح كده؟ بعد كده تحضرها ان هي تخش المعده، عشان المعدة تحط لها انزيمات تانية من البنكرياس ومصادر أخرى، فتمشي عملية الهضم عملية مناسبة. فالسنان هي عضو، فأنت لما بتفقد سنة أنت بتفقد عضو. وحتى تقسيمة السنان، حتى بالعربي اللغة البسيطة يقول لك سنان قاطعة وسنان صح كده، مولر وانتيريورز وبيمولر وكيناين، فبالتالي هي عضو، ده ما فيش فيها كلام. العضو ده اتأثر بالعوادم اللي داخلة عليه، فبالتالي السنان دي ناعمه، العوادم دي تمسك عليها، بقت مصدر ان هي تجمع البكتيريا، تجمع اصحابها باللغه الاهدى شويه. اوكي. اوكي؟ فالتدخين منهم بيدخل بكتيريا. مدمر، ولو التدخين مش مدمر ما كانش الدكتور يفضل وانت بتخلع مثلا ينبه عليك مليون مره، اعمل اي حاجه بس ما تدخنش. ده كمان بيغير لون الاسنان. ده موضوع مش كلام. عارفه ايه كمان مشهور جدا يغير لون السنان والناس بتستخدمه كتير؟ المعجين ليه علاقه بالتبييض. يعني احد اضرار المعجين اللي ليها علاقه بالتبييض ان هي بتعمل ديسكلريشن، إيه ده؟ تغيير في لون السنان. معقول؟ صدقيني. يعني اشتري معجون اسناني يبيض يروح مغمق لي؟ النتيجه ما تختلفش كتير عن الناس اللي هي بتجيب عيش بقى وتجيب بيكربونات والحاجات الحلوه دي. يعني في اللغه السهله البسيطه ما بين الدكاتره كده يقول لك ده احلى اكل عيش للعيالات. ان هم انت بتروح بتاخد نتيجه فوريه عاليه جدا جدا جدا، بس هي فيك. تعالى بقى بعد 6 شهور وريني المنظر. الم مرعب، تسوسات عاليه جدا، كيريز اندكس رهيب، ألم لا بأس به. فده المشكلة الأولى اللي هو قالها بتاعت ريحة البق الوحشة. تانية والتدخين، أنا قلت إن هو التدخين ده أحد الأدوات السريعة أو السكك السهلة إنك تدمر سنانك. يا نهار أبيض. الحل بصراحة أي حد بيدخن بيبقى أسنانه فعلا أتليست اشرب بق مية بعدها. شفتي يعني أتليست اشرب بق مية بعدها. ده يعني ده لو أنت مش عارف تبطل تدخين أو 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 اشرب بق مية أو مضمض بمية عادية في الشارع. ليه؟ لأن مضمض وتف أحسن. بالظبط، مضمض يبلع لا يمضمض وتف بس، يعني أسوأ ما يمكن تعمله ممكن تاكل خيار، تاكل جزر، تشرب ميه. ليه كل ميه طبعا مش بيبسي او مش ماركه تجاريه المياه غازيه يعني. ببساطه لان هي بتعمل ووشنج او غسيل بسيط للسنان، فيعني بنص العمى والعمى كله يعني. طيب مثلا. عندي سؤال تاني. وحضرتك كده جاوبت على اسئلته ولا في سؤال ناقص؟ في حاجه نسيت؟ انا كان في حاجتين. انا قلت التدخين وقلت ريحه البول الوحشه. في حاجه فاكرها تاني؟ لا. طب تمام. اللثه اللي بتجيب دم؟ ايوه بتهيألي دي. اللثه اللي بتجيب دم في مراحلها الاولى دي علامه من علامات التهابات اللثه، وفي مراحلها الاولى كان بي كنترول. هديكي بقى مثال او تقدر تسيطر عليها. بصي لو حد لبس حاجه ضيقه قوي على ايديه، مش اول ما بيشيلها بتعرق؟ بالظبط كده. انت لثتك دي عباره عن شعرات دمويه، البكتيريا قافله عليها، فلما تيجي تغسل بتديها نفس فتجيب دم.
فدي حاجه كويسه، مش معنى ان انا لستي بتجيب دم ان انا ايه ابطل، ما تبطلش ولا بتاع، لان كل ما بتبطل هي بتجمع بكتيريا اكتر والشعرات الدمويه بتتقفل. اوكي، طب الحل في المراحل الاولى بتاعت الالتهابات اللثه فرشه ومعجون يعني كفايه جدا، لكن كلما البكتيريا هربت منك ودخلت في اماكن وعملت بوكت او جيوب لثويه كلما المشكله كبرت. فاهم قصدي؟ فبالتالي النتيجه ان انت هتضطر تروح للدكتور. في مراحلها الاولى تتحل في البيت عادي جدا، وممكن اقصى الموضوع يبقى تنظيف جير او تلميع عند الدكتور الموضوع يخلص، لكن لو الموضوع ابتدى يخش في اماكن انت مش تقدر توصل لها بالفرشه والمعجون والخيط الطبي، اوعدك ستكون مريض دايم لعادات السنان. اوكي، عندي سؤالين بقى. قولي. سؤال الوجع، اوقات كتير بنحس بوجع جامد قوي لما نيجي نشرب حاجه او ناكل حاجه ساقعه او سخنه قوي. اترجمها بطريقه ثانيه. او حلوه او مسكره. يس، ما دول بقى حاجات مختلفه. ده ايه بقى؟ اوجاع مختلفه، يعني دي انواع بين عكس بعض تماما. انا هترجم الجزء الاول بحساسيه اسنان. اوكي، والحلوه دي الجزء الاسهل هجاوب عليه الاول. السنان اللي بتوجعك مع حاجات المسكره في الاول دي بدايه تسوس، دي تسوس يعني في سوسه. اوكي، تمام. ده مفيش فيها كلام. الجزء الثاني بقى اللي هو اسناني بتوجعني لما اشرب حاجه سخنه او ساقعه او مع الهواء. بصي، في طبيعه الاسنان في عصب، فالسنه بتحس، صح؟ لان اي حد طبيعي يقول لك دي حاجه سخنه دي حاجه ساقعه، صح كده؟ حساسيه الاسنان تعني الاحساس المبالغ بالوجع. السخن سخن قوي والساقع ساقع قوي. طب ده ليه؟ عشان انا كنت بحكي فيه من الاول، مش في طبقه اسمها الدنتين او العاج؟ عباره عن مواسير مفتوحه من قدام ومن ورا، ابتدى الانامل او طبقه المينا اللي مغطيه المواسير دي عشان ما يوصلهاش المؤثرات تتاكل. ايه السبب؟ ممكن تسوس، ممكن يحصل انحسار في اللثه في منطقه ما نتيجه اسباب كتيره جدا، فبالتالي العصب بقت سكته سهلكه، صح؟ مفيش حاجه مغطيه الموصلات اللي موصله للعصب دي، فيحصل احساس بمبالغ بالوجع. السخن سخن قوي والساعة ساعة قوي، فبقى انا عندي وجع. حلها ايه؟ ايه حلها بقى؟ عشان قبل ما ناخد التليفون. اوكي، ليها حلول كتير. ابسط حلولها ممكن ان انت تروحي لدكتور بيعمل لك طبقه عزل على اسنانك، ودي حاجه بتكفيكي تقريبا من اسبوعين لثلاث اسابيع. لو الموضوع زاد عن كده والموضوع بقى مؤلم ممكن نعالجه بالليزر في سيشن حوالي 10 دقائق او 15 دقيقه. الموضوع بياخد، عشان كان حد قال لي لا لو حطيت لك طبقه عزله كده هتقعد مثلا يوم وهتروح على طول. على حسب بقى الطبقه يعني. دي قصه ثانيه. لكن انا اي بروميس يو هي مش حل دايم، يعني هي مش حل ينهي المشكله تماما، لكن حل يقعد من اسبوعين لثلاث اسابيع كويس على حسب المقدار. اسبوعين يعني اروح للدكتور يحط لي طبقه اقعد مستريح اسبوعين؟ انا عايز اقعد مستريح شهور. ليزر، او لو الموضوع تفخم جدا عند الناس وابتدى فيه جزء كبير جدا من اللثه باين او حصل له انحسار فبالتالي الجدر بقى باين، على حسب كميته يعني ممكن جدا ان احنا نعمل فيه ترقيع في اللثه، ودي عمليه سهله قوي يعني نغطي الجدر اللي باين، دي حاجه بتحصل كل يوم مش حاجه صعبه. يعني ممكن جدا ان احنا نبتدي نعمل علاج جذور فنموت العصب اللي وجعك ده ونقفل. وبناء عليه برضو معلومه هقولها لك، طالما جبت سيره علاج جذور، كذبوا جدا ومالوش اي كلمه صح في اللي قالوه من قالوا ان اي سنه معمول لها علاج جذور محتاجه طربوش. ما فيش في العرف اسمه كده، يعني دي كذبه. فيعني لما الدكتور يقول لك مثلا هعمل علاج جذور عشان خاطر السنه دي فيها حساسيه اسنان عاليه، ده مش معناه ان الدكتور بعد كده هيعمل لك طربوش وان السنه دي هتبوظ وهتتبرد. الكلام ده كذبوا وحط تحت منه خط. اوكي، طيب هناخد التليفون وبعدين نجاوب على الجز على الاسنان. كتير جدا بيجزوا على اسنانهم بالليل. معانا تليفون. الو، رجع في رايك. الو رندا، الو، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ علي صوتك. الحمد لله تمام. اهلا بيكي. ممكن طبعا ممكن تفضلي، بس علي صوتك عشان اسمعك. حاضر. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك، ايه الاخبار؟ بعد اذنك انا عندي اول سؤال. في كم تاني سؤال؟ لا مش سامعين. مش سامعين حاجه. نعم؟ مش سامعين يا حبيبتي، عيدي السؤال تاني. غسيل الاسنان مره في اليوم. غسيل الاسنان مره في اليوم، تمام. تاني سؤال، افطر الخط بيقطع، مش سامعين. طيب هل غسيل الاسنان مره في اليوم كفايه؟ لا يكفي اطلاقا لوحده، بس طبعا. انا ممكن اديك شويه حاجات تانية يعني بقى ايه احسن الوحش. قلت منها حاجه زي ان انت تمضمض ميه، يعني اي غسول ممكن جدا ان انت يبقى معاك ميه دافيه وملح، حلوه جدا. ولا تستخدم اطلاقا، يعني في كتير جدا ناس بيقول لي بص يا دكتور انا ما بغسلش غير مره بس، انا ماشي بالمضمضه الفلانيه طول النهار. بص المضمضه دي فيها كحول،
فاللي بيمضمض كل يوم اكنه بيشرب بيره وحاجات فيها خمور كل يوم. نتيجه واحده ما فيهاش كلام، لان المضمضات دي في منها جزء علاجي وجزء ليه علاقه بريفرشمنت، او ان انت عايز تخلي ريحه بقك وحشه سوري حلوه. الحاجات دي كلها فيها كحول، حتى الانواع اللي منها ما فيهاش كحول هي مش افكتيف وكذبه كبيره، ممكن تبدلها بحاجات بسيطه يعني جدا. بجد المضمضه اللي هي المفروض انتي باكتيريال؟ لا ما حصلش، المضمضه دي فيها كحول وتعالى كلمني ايفيدنس بيست، ماليش دعوه بالدعايه، انا ليا دعوه بعلم، كلمني بلغه علم، ريسيرش اتعمل في جامعه محترمه، تجرب على 2000 بني ادم، عملنا ريفيو سيستماتيك في دول مختلفه وقالت ان المضمضه دي، لان انت وانت بتقري اي بيبر، في بيبر مدفوعه، ده اي حد اشتغل في الطب فاهم كويس قوي، ان بيجي الشركه تدفع الدكتور فبيمضي، انا مش دعوه بالكلام ده. انا عايز دكاتره ما لهمش اي علاقه بحاجه عملوا ريفيو قالوا لي ان المضمضات دي ما فيهاش كحول، وان حتى لو يعني بطريقه أو اخرى يقول لي ان تاثير الكحول ده مش هيضر المريض ده على المدى البعيد، يعني هات لي مريض يمضمض لمده 365 يوم مضمضه كل يوم وريني بقه بعد سنه، هل حصل له اي علاج؟ طب تعالى نشوف بقى الاضرار اللي حصلت على اغشيه اللثه نتيجه الكحول والتعرض الدائم للصدمات، مش هيفرق كتير عن اللي بيدخن كل يوم. يا نهار ابيض، ده موضوع مفيش كلام، عامله زي اللي بياكل تفاحه بالليل وينام. بالظبط، يعني التفاحه بتنظف او التفاحه هيلثي؟ لا ده طلع التفاحه بالليل اكسده. لا بتعمل ايه؟ بتعمل اعراض كان الواحد بيشرب خمره على الكبد، لان هضم القشره تقيله جدا. ما بقولك لا ده كده. النوع الثاني بقى من المضمضات هي المضمضات العلاجيه اللي هي تقريبا رخيصه جدا، يعني كلها بتلعب في 8 و10 جنيه باحسن حاجات، وانت بتاخدها لدواء معين، انت عندك بكتيريا الدكتور ده بيكتب لك حاجه ضد البكتيريا لجرعه معينه لفتره معينه. لكن تقول لي انا كل يوم بضمض سناني، ده كلام انا لا اعترف بيه تحت اي بند. طيب سريعا جدا عشان لازم نختم، الجز. بصي الجز حلوله كتير الموجوده، يعني في جهاز بيتعمل اسمه نايت جارد، عباره عن ماتيريال هارد بلاستيك بتتلبس بتمنع ان السنان تقفل على بعضها. في كمان ممكن بنعمل بالليزر سيشنز معينه في التي ام جي فتهدي الموضوع. مهما عملت في الجز هي كلها اسباب وقائيه من مشاكل الجز، يعني انا لو الجز على سناني حاجه ناعمه في ناعمه فبالتالي بيكحتوا في بعض. أيوه. بالظبط، ابسط مثل بسيط جدا بقول لهم لما يجي راجل نقاشي صنفر، حاجه ناعمه صح؟ حاجه ناعمه تاكل البويه. ايوه صح كده، لكن هو عايز ينعمها بيجيب لها حاجه خشنه، فبالظبط كده اسنانك ناعمه في ناعمه تاكل في بعض، تخشن السنان ياكل تاكل في السنان ويعمل مشاكل كتيره جدا. عشان تمنع نفسك من المشاكل احنا بنقولك اعمل نايت جارد او تعالى اعمل ليزر سيشنز، لكن السبب الاشهر في عالم الجز هو سبب نفسي. اردت او ان لم ترد، العلاج الاحسن للجز الاسنان انك تريح نص ساعه وتفصل عن كل حاجه وتقفل موبايلك وتغمض عينيك. ولا ليزر هينفعك ولا نايت جارد هينفعك، دي كلها حاجات وقائيه بحته. انا عاجبني قوي فعلا طريقتك في النصايح بجد حقيقي. والله فعلا بيبان لما بتبقى من القلب كده، وفعلا لا انا مبسوطه جدا بوجودك النهارده، اتعرفت على شخصيه جديده جميله جدا حقيقي. حضرتك تحب تقول اي نصيحه حابب تقولها؟ حضرتك ان شاء الله هتكون معانا تاني، لان انا عايزه اتكلم في اطفال، وقايات، حاجات كتيره جدا ان شاء الله نتكلم فيها. عايز تقول اي حاجه بس للجمهور دلوقتي قبل ما نختم؟ لا بس انا ممكن اقترح عليكي 3 اقتراحات. قول. الاقتراح الاول ان احنا في حاجه اللي هم كلموا خدوا التليفون العياده كل يوم حد من 2 لـ 4، انا بكلم كل البيشنتس اللي عندهم اي اسئله وبنعمل يعني ميتنج اجاوب على كل الاسئله، فلو حد عنده سؤال حلو او يوصلوا لك وفورورد لينا واحنا نرد عن طريق انا كده كده هنزل صورتنا وهعمل لك منشن يلا على الانستجرام ان شاء الله. بتحداكي يعني. ايوه كان بيتحداني. الموضوع عدى خلاص. خلاص مش هتكلم انا عن التحدي ده كانه ما حصلش. حصل خير. فبرضه ممكن يبعتوا اسئلتهم ليكوا. الحاجه الثالثه احنا اوريدي ككلينك من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها خدمات المجتمع، بننزل فور فري في اماكن كتير جدا نعمل توعيه، كلنا اقل حد فينا يعني زمايلي كلهم اقل حد فيهم بي اتش دي هولدر دكتوراه، فما تشيلش اهم حاجه، فاللي عنده سؤال في الاول وفي الاخر احنا بنقدم خدماتنا للناس اللي محتاج بنقول له اتفضل، ما فيش يعني هم نفسهم في ايه احنا نعمل، ما فيش مشكله خالص. تمام حلو جدا. فأنا. نورتني النهارده، ميرسي جدا جدا على كل معلومه قلتها وعلى وجودك، انك جاي من بعيد. خليك. ميرسي جدا. يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم بالتزيين وفقره التزيين والتورته وكل الحركات ومعلومات كمان. طبعا التورته ما لهاش دعوه خالص بالسنان، بعيد جدا جدا يعني، نغسل سناننا بعدها ارجوكم. انا شايفك شايف التورت ورايا مش لايقه خالص على الموضوع. مغريه معايا، بس يغسلوا سنانهم بعدها صح؟ يس. تمام. يبقى تمام جدا خلاص، هايل جدا.
يبقى انتوا كده خدتوا التصريح حته صغننه مني ومن هو غسيل اسنان وتمام كده ان شاء الله.